تحياتي جلالة الملك، ملكة الهند وصلت لهون. انت لساتك معصب مني؟ شو كان اول وعد ملكة جودة؟ اي وعد؟ الوعد يلي نحن عطيناه لبعضنا يوم عرسنا، بتتذكري؟ قلنا الزوجة لازم تطيع كل أوامر زوجها، لازم تنفذهم لآخر يوم بعمرها. أنا حاسس هلأ أنه هالوعود لازم ينتهوا كمان. بقصد إذا هالوعود ما بتنوفى أبداً أو ما لها أي أهمية، شو في داعي لإلها؟ بعرف أنه أنا غلطانة جلالتك، عاقبني أي عقاب أنت بدك إياه، بس لا تزعل مني وتضل معصب. بالنهاية هالشي صار وأنت ما بدك تكون مزعوج منك؟ ماشي، أنا ما رح أزعل منك. بالنهاية أنت شو عملتي؟ بكفي جلالتك، حكيك هذا عم يزعلني. بس يلي عم تقولي عم يبسطني يا جودة. حابب أطلب منك طلب هلأ، قبل ما أفقد أعصابي وأحكي شي غلط، بتمنى أنه تروحي من وشي. احكي احكي شو في بقلبك جلالتك.